السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم الدكتور. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كدار الدكتور لاباس عليك العواش مبروكة. الله يطول عمرك لالا، الله يحفظك ويرعاك. عافاك الدكتور، زعيم هيا راني مريضة. لا إله إلا الله. عندي البنية مريضة، عندها الإعاقة، عندي الولد الكبير مريض حتى هو. الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. الدكتور بزاف بزاف، ما كيتسرناش ليمور. لا إله إلا الله. عندي واحد المرض، أنا عندي واحد المرض برا الصعيب. لا إله إلا الله، ربي شافي وعافي يا رب. لا أم محمد معذرة، انقطع الخط، لا إله إلا الله، الله يشافيك أم محمد. الله يشافيك وربي ينصرك ويعاونك ويكون لك عوين. لا إله إلا الله. أم محمد، الحياة ربي خلقها هكذا، فيها محطات ديال الخير وديال البركة وديال السعادة، وفيها محطات ديال الابتلاء والشدائد والمصائب. أمرنا هدى أن نشكر وأمرنا هدى أن نصبر، وهو القائل عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في مكابدة، أي في صراع. والمكابدة تؤثر على الكبد كتشرب الألم الفظيع. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كل هذا ما هي الغاية؟ الغاية نحن في صراع، نحن في حلبة صراع وسباق، وبعد أن نرحل عن هذه الحياة الدنيا غادي نلقاو الحصيرة. خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبلوكم من الابتلاء، والابتلاء من البلاء والمحنة، ومن خلال ذلك نحصل على الأجر ونحصل على الثواب. فالعمل الصالح من صلاة وصيام وحج وعمرة وزكاة وإحسان، هذا فيه باب الترقية، كتسمى الترقية البطيئة. وعندنا باب الترقية السريعة، وهو الصبر على البلاء، الصبر على المصائب، الصبر على الويلات، الصبر على المتاعب. هذا يسمى باب الترقية السريعة. فكل ما نقوم به من صلاة وصيام وحج وعمرة وزكاة وبر الوالدين وستر الرحيم، هذه كلها أعمال صالحة تأخذنا على طريق الترقية البطيئة. أما الصبر على البلاء والأمراض والأسقام، هذا طريق الترقية السريعة. الله عز وجل يعطي بلا حساب للصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لكن نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم دلنا على أشياء نلطف بها الأجواء ونتقوى بها ونستعين بها، ومن بين هذه الأذكار المعروفة كانت السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تزوجت بسيدنا علي بن أبي طالب وشعرت بمتاعب. سيدنا علي بن أبي طالب كان مضياف، يأتي بالضيوف، وصار عنده أولاد ورزقه قليل، يسكن في حجرة صغيرة وعنده أثاث بسيط وطعام قليل وعنده مسؤوليات كبيرة، وبنت رسول الله في محنة. فقالت: يا أبتاه، ألا ترى ما أنا فيه من هذه المحن وهذه قلة ظروف العيش؟ فطلبت منه أن يكتب لها نصيبا من بيت مال المسلمين، أن يضرب لها بسهمين، يعطاها شي بركة من بيت المال المسلمين. بيت المال المسلمين هو الذي تجمع فيه الزكوات والعطايا وغيرها. فقال: يا بنيتي، هذاك المال وضعناه لغاية أخرى، ولكن ألا أدلك على شيء؟ ربي عز وجل يفتح لك باب الرزق ويجعل كل عسير عليك سهل يسير، ويعينك على متاعب الحياة الدنيا. قالت لي: بلى يا أبتي. قال لها: إذا أصبحت قولي: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم اقض لي أمري كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم
برحمتك أستغيث، اللهم اقض لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم اقض لي أمري كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. 3 مرات قولي هذه الكلمات وربي سوف يعطيك من الخيرات والبركات. يا حي يا قيوم، هذه استغاثة. الاستغاثة ربنا الحي والقيوم قيل هو اسم الله الأعظم، وقد وكل الله به ملائكة. ملي كتقول يا حي يا قيوم، الله تعالى يقيد ملائكة خدام يخدمونك، انت جالس هما خدامين معك، هما يساندونك يدافعون عنك إذا تعرضت لظلم، فإن الله تعالى يعطيك القوة والمدد ويدافعون عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذا كنت مغلوب على أشغال البيت أو أشغال العمل، ربنا يعطيك المدد عن طريق هؤلاء الخدام. لدى كل اسم إن شاء الله غنتكلم على أسماء الله الحسنى وغادي نلقاو الأسرار ديالها، بأن كل اسم له خدام من الملائكة ربنا يبعثهم يعينون عباد الله المؤمنين. وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الكبرى اللي غنتعرفوا عليه في 17 من رمضان، كيف كان يستغيث بالله فأمده بملائكة مردفين وكانوا يساندون معه في الحرب، وانتصر نصرا مبرحا في غزوة بدر الكبرى. هؤلاء خدام. فكلمة يا حي يا قيوم لما أقولها ربنا عز وجل يبعث لك خدام يعينك. برحمتك أستغيث، الاستغاثة، أنا أستغيث برحمة الله، ورحمتي وسعت كل شيء. رحمة الله كبيرة في الصحة في العافية في النفس وفي الروح، في الأولاد والبنات، في الزوجة والزوج، في الجيران، في العائلة الكبيرة، في مقر عملك. رحمة الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم اقض لي أمري كله، وفي رواية اقض لي شأني كله، كل شيء، يعني كل ما يتصل بحياتي العملية والعلمية ولقمة العيش وتدبير شؤون المنزل وإدارة الأسرة ومشاكل العمل وفي الشارع العام، كل شيء اللهم اقض لي أمري كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يعني لا تغفل عني يا ربي ولو رمشة عين. كن معي دوما بالليل والنهار في القيام والقعود وفي السفر والحضر وفي الغدوة والروحة، لا تغفل عني يا رب العالمين، لا تتركني قيد أنملة، لا تتركني لفتة واحدة، لا تتركني ولو رمشة عين. السيدة فاطمة الزهراء صارت تقول هذا الذكر، وبعد مدة قصيرة ربنا عز وجل أكرمها فجاءتها الأموال من كل جانب، وارتقى سيدنا علي بن أبي طالب وأصبح من ذوي المسؤوليات، وأصبح عندها البيت الواسع والخير الكثير والذرية الطيبة، وأعطاها الله تعالى الحسن والحسين، وأعطاها الله تعالى نعيم لا ينفد، وأعطى الله كرامات متعددة. ولما ظهرت عليها الكرامة السيدة فاطمة الزهراء وسئلت من أين لك هذه، هل أعطاك والدك سهما من بيت مال المسلمين؟ قالت لا، ما أعطاني أبي شيئا، وإنما علمني هذا الذكر فكنت أقوله فأكرمني المولى عز وجل بهذه الخيرات. فأسأل الله الكريم لنا أم محمد أن يفرج عنك وأن يبارك لك في أولادك وأن يشافي من كان منهم مريضا وأن يرزقك رزقا حسنا وأن يحقق رجاءك ويبلغك مقصودك وأن ينور طريقك فضلا منه وإكرما. آمين آمين يا ربي يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.